हरी नारायण सारा والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں